الحاجه اللي باش نكمل باش ما ننساش يا شيخ معليش ديما مدي مدي مش بنسي بلي باسكو الناس يا شيخ اسمح لي يا سنسر انا فاهم انا الفكره تاعك ما تكسرش راسك انا كمال لله سبحانه وتعالى هكذا وهذا ماشي نبي بالماضي بو يخطئ كيما حنا ماهوش معصوم حبيبي نقول من الخطا ديجا سي سي شوا ديجا هو ناس ماشي معصوم لا لا بيان لو كان معصوم من الخطا انا ما نجيش البلاطو نتكلم عليه مادام ماشي معصوم من الخطا الي كريتيكابل يا ناس المشكل احنا تاعنا شيخ المشكل تاعنا انا نقول لك رايي مانيش نفرضوا عليه ولا نفرضوا في البطل نفرضوا نعطي رايي وممكن نكون على خطا رايي نقلع من البرانسيب ديال رفيق واحد كيما الراي نقلع من البرانسيب نكون خطا اكثر من نكون صحيح لانه انا انسان نقدر نغلط نعطي وجهه نظري ولكن هناك وما اكثرهم اسمح لي يا سي ابراهيم كان وما اكثرهم هذا السؤال حبيت نعرف تما كان اسمح لي رفيق باش ما نخرجك من الفكره في الكاميرون كان وما لعبش ما لعبش نضل ما دخل حتى اللقاء ولا دخل الذاكره تاعي انا الذاكره تاعي ضعيفه ايضا حسون كان ما دابا حبيت نعرف لك الفكره دوك نولي لك كاين هنا لا لا صح كان في الكاميرون كان جواب دوك نجاوب معليش كان ربما اعطى اعطى كيش نقولوا كان في المجموعه باش ما نخرجش عليه والله راه معليش نقول باش ما نخرجش معليش راه كاين بوكو جورناليست بوكو بيرسون يقلعوا من البرانسيب بلي بالماضي معصوم من الخطا الي انكريتيكابل نو الي كريتيكابل شكون انا ويسيي وهما يزيدوا عليها يسيي وسيبوا دوك يقولوا يعيط جو سي با يسقل باللومي الاخضر الاخضر باللومي الاخضر باللومي زيد 58 سي بون فات فيتيرو لو كان يعيط الاخضر باللومي يسيبوا له الفتوى باسكو الناس مقلعين بلي لازم يكون عنده الحق اي سا سي فو كي نقلعوا من البرانسيم ديما بلي يقدر يغلط ونتناقشوا وممكن يكون عنده الحق ولا عندنا الحق لاننا سنساعد المنتخب بارائنا اذا كانت صحيحه نو بو افونسي ولكن اليوم عندك 26 لاعب ولا كاف عطاتك الحق حتى 27 واحد تحرق انا تو يعني نابول كجوار ياسين ابراهيم ولا واحد اخر قادري بوعناني يجي يكتشف المنتخب اللي جبته كان يعني تيتولار في ليكيب حبيت تاع 27 رفيق رفيق اليوم لا لا رفيق اليوم في هذا البروبليم تاع لي ليست هذو في كل المنتخبات انا شفت لا شفت الامس انا يا المنتخب التونسي هانيبال هذاك هانيبال هذاك لاعب متجبري هذاك هانيبال لاعب ممتاز ما فيش في القائمه لا انا شفتو يلعب في مانشستر مايت سكو جو كونتيست شيخ دونك لك ماشي في القائمه نقولها لك انا بلغ واعتذر على ما اعتقد نعطيك على سبيل فهمك طار اسمح لي فهمك حاجه المشكل بطريقه كيش تكلمت معايا وهذا كثير من الناس اسمح لي نكمل الفكره كثير من الناس ما يديروها ممكن من الصحفيين المرأة إلى لا لا ماشي ميشابو خليني نكمل الفكرة خليني نكمل الفكرة ماشي ميشابو شوف اليوم اللي لحقنا وكأنه اللي ينتقد يكره المنتخب الوطني نقول لك حاب اسمع لي خليني نقول لك سكو جي روماركي جيب لي سيبورتير ماشي تاع الجيري لي سيبورتير تاع جمال بالماضي وما سيبورتيش الجيري لو كان تقول جمال بالماضي بيا وكذا يسكتوا كاع يروحوا بيا وي عندك الحق وي وسيرك هكذا هكذا تقول ولكن بالماضي ديال الناس كاع تنوض لك بهذه الطريقه ولا ترده الفعل تلقائيه ابا بس انا سمعت صحفيه والله صحفي دي جو لو ريسبكت على كل حال وعنده مستوى راقي يتكلم وقال المدرب مدرب واحد المنتخب ما نذكروش عن جمال بالماضي وسوقه اللي كانوا في البلاطو قاعد مرئي مخالف يحبسهم اشاك فوا كي يكونوا يقولوا بالماضي بيا يسكت غير يقول زعما بالماضي عنده دي لاكون سي بلون زعما تنود بالماضي انت تقول شقول ماذا تقول يا رجل قريب يقولوا هكذا هذا المشكل تاعنا احترم رايي اسمع لي زارغيوم اللي نمدهم لك وانا نحترم رايك ما تخلينيش اليوم نقول هو الاحترام معليش مثلا انت تتكلم انت ورايك تقول لي بالماضي زعما سي لو ميور نسمع لك واني كوسوني لاني كاين حاجات مقتنع بها مني ماشي مقتنع بها لا لا انا مقتنع ان بالماضي سي لو ميور سيليكسيونور اللي جاس ولكن اليوم واش اليوم انا اللي عايش نعطيك فيكو في البلاطو ولا خارج البلاطو اليوم تهدر له نص ما يخليكش تكمل يجبدوا لك طاق يبداو الناس كاع تير جروبي اي سي سا المشكل واش تقدموا لك انا نبيل اسمعوني اعطيني ثواني اعطيني ثواني اسمع الاراء اسمعني اسمع الاراء الناس هي ولات تحت 2019 خدينا لا كوب دافيك 2019 بفضل جمال بالماضي واضح بفضل جمال بالماضي
ودرنا دوزيشاك بسبب جمال بلماضي. هذه قناعتي. الناس واحد دخل 2024 وحنا حابسين في 2019. يا مصر لحقت فينال في 2017 ولحقت فينال في 2022. السنغال صحيح جاب بلماضي واللاعبين واللاعبين. هذا ديبا واحد اخر رفيق، هذا ديبا واحد اخر. اسمح لي قول ديبا واحد اخر في راس وقت البرنامج. مانيش قصدي باللاعبين يكونوا لاعبين، لانه رفيق. هناك من يقول انه ايادي خفيه من هي التي تدخلت في الكاف وعطتنا لاكوطافيك باش يمينيميزيو من الانجاز تاع جبل بلماضي. حبوا نقولوا بدينا بليكوليس واحد اخرين اللي كانوا حاكمين لافيدياسيون الحكايه هذيك. وانا مانيش في القصور هذا اللي جاب. اسمح لي رجاء 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 اللي جاب لكم خليه سيكسبيري من البرنامج دقيقه خلينا نوقف نزيدوا 30 سكوند. اللي جاب لكم في 2019 سي جبل بلماضي. انا زيد لي 10 سكوند باش نقول لك حاجه برك. ما عنديش اشكال، ما عنديش انا اشكال، ولكن كي يكون حاجه اللي انتم يا اخي ماشي معصوم من الخطا. اذا كان معصوم جبل بلماضي قسم بالله ما زيد نتكلم عليه. الا ماشي معصوم هذاك رايك، هذاك الناس كمل الفكره تاعها باسكو حتى عندما تنتقد تقول لا راي ممكن نكون على خطا، واذا كنت على صواب فذلك من اجل مصلحه المنتخب الجزائري. شكرا لك. والله نقول وحدنا تاتا تات ونديروا كاش البلان جو كاش نحضروا ال 11 اونطرون شكون اللاعبين راح يكملوا اللقاء يدخلوا في ديرون لو ماتش شكون فهمتي هاد لي ديتاي هادوما شكون يدخل الناس مشكل مش كون يدخل شكون يخرج. يعني على اكو دي جوار دي زونسيون جوار على بالكم بلي الناس بلي ميم جوار الناس تكتيكي يقدر يتبدل. مانيش غالط هاني بيان سور دون ان ماتش توتي فليكسيبل اليوم في كره القدم تبدا باستراتيجي جو اون كور فايت بين شوطين تغير ربما قبل نهايه اللقاء تغير دخل اربع لاعبين هكا حد دخل بربع ساعه ولا خمسه دانا النور اكيد انا معطيت اليوم الفوتبول سي با هكذا خلاص ريجيد توتي فليكسيبل تقدر تبدل تقدر ثاني نشوف يجيني المساعد يقول لي يا ودي رانا غالطين عندنا هذه الجهه هذه وين رانا ابسون دونك تخمم اوتر. عندك سؤال؟ ما عندي سؤال تفكرت برك. معليش تفضل الحسين شاركوا الحسين معك. معليش لا معليش شاركوا الحسين معك قبل ما تشارك برك. كي قلت لي باش دوك اللي جاتني في بالي تكلمتك على ابراهيمي وقلت لي بوتيت لي بلون ما يدخلش في لي بلون صح هكذا في لي بلون ماشي غير تكنيك انت فاهم. انا بالي كبرت كبرتها لي باسكو ما خارج الميدان. علاش 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 تكبرتها لي كاش تعيش مع المجموعه كاش تعيش كبرتها لي باش يعني لا لا باش تمشي في الطرف تاع بالماضي ماشي باش ندخل لك انا في التكنيك. انا نجاوبك انا نجاوبك علاش تعرف واحد اسمه امين لابدي تعرفه؟ نعرفه بيان سور كان في مباراه المنتخب. وي صح مباراه المنتخب ويقول في حصه تلفزيونيه يشاهدها الجميع انه لي شوات لي جوار في تور دو طابل يديروه. هادي انا ما كيفاش هو تور دون طابل يديروا لو شوا تاع لي جوار. بون باش باش ما لا لا ما سمعتهاش هادي باش ما نبالغش باش ما نبالغش باش ما نبالغش هو حكى لنا انكدوت تاع 2019 يقول لك وين كانوا اللاعبين قال لك قال لك حنا درنا خيرنا 23 جوار رايحين لاكوب دافريك جاي يبعثوا غدوه من ذاك لاكاف لا ليست ومن بعد صرا الكتب بالقبله تشفاو تنحى بالقبله قال لك نجيبوا بالخماسه ومن بعد ديلور بعث اس ام اس لواحد ان دي مومبر حب يجي لابدي واش قال هو في الحصه التلفزيونيه قال قلت لجمال بلي لابدي وقيلا ابارامون لابدي حب يجي بين لابدي قال لجمال ديلور حب يجي بين بن خماسه وكانوا دخلوا اسمه في السيستم ودولور عيطوا لزتشي قالوا يا ودي كنت دخلهم في زوج يريسكي وين دوك نحي واحد ما نحبش نحي بالماضي خدا لو ريسك بصح قبل ما يدخلوا دولار قال لهم نديروا تور دو طابل شكون يفوطي يجي بالخماسه وشكون يفوطي يجي دولار فوطاو يجي دولار بهذه الطريقه ما كاين لا لي بلون. انا دوك نسمح لك شيخ باش ما تخليش نزعف نسمح لك كبرتها لي باسكو هضرت على اللسان بالماضي والناس ما عرفاش لي بلون قال لك تور دو طابل برك خير بتور دو طابل اسكو فو تروفي نورمال خير بتور دو طابل لا 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 ليا سمح لك شيخ لا 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 سمح لك شيخ حبيت نسمح لك ماشي مشكل مادابيا مادابيا يجي لابدي لهنا ما فهمتنيش انا مادابيا يجي امين لابدي مادابيا يكون معنا انا سمعت امين لابدي ماشي ايه. تكلم على انا ما تكلمش على لسان امين لابدي انا نتكلم لك واش قال في حصه شافوها كل الناس وهي عندي زيد تنسيستي شويه نوريها لك.